السلام عليكم. أصدرت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الاثنين بيانا حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ووفق بيان رئاسة الجمهورية، يطمئن الشعب الجزائري بأنه يتماثل للشفاء وسيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة. وأضاف البيان ذاته أن الرئيس تبون غادر المستشفى المتخصص بألمانيا ويواصل ما تبقى من فترة النقاهة امتثالا لتوصيات الفريق الطبي. ودخل الرئيس تبون مستشفى عين النعجة العسكري ليتم نقله مساء يوم الأربعاء 28 أكتوبر الماضي لإجراء فحوصات معمقة بأحد مستشفيات ألمانيا. وأعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون نقل للعلاج بألمانيا وفق توصيات من الطاقم الطبي المكلف بعلاجه. وكان الرئيس تبون قد دخل في الحجر الصحي الطوعي عقب ظهور أعراض كورونا على عدد من المسؤولين في رئاسة الجمهورية.